السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناة قصص وحكايات ولد المغرب. حلقتنا اليوم وكيف ما جرت العادة نبدأها بالصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حلقتنا اليوم لواحد المنطقة تابعة لنفوذ الدار الملكي. هذه المنطقة كان كيسكن فيها واحد السيد سميتو عادل. هذا عادل كان إنسان مجرم عنده سوابق قضائية حباس، ما كيعرف لا رحمة لا شفقة لا شي حاجة، إنسان معدي بمعنى الكلمة، وكيتاجر في مخدرات ومبلي بيها. المهم أي واحد في هذه المنطقة كيخاف منه وما كيبغيش يدخل معاه في شي مشاكل أو صداع، لأنه رجل كان إنتقامي، كيحضر الواحد وما كيمشي تكارج عليه الضربة ديالو. هي هذيك هاد عادل واحد النهار هز الطوموبيل ديالو ومشى لواحد الدرب كان بعيد على داك الدرب اللي كيسكن فيه هويا في نفس المنطقة. مشى لداك الدرب، مشى عند واحد السيد صاحبو تمايا. مع وصل لهداك الدرب نزل من الطوموبيل، شافو واحد خونا كان فايت ليه عندو حساب معاه. ملي شافو جا عندو وشنق ليه، قالي دابا انت حصلتي في دربنا وكذا وكذا، ديك النهار عقلتي اش درتي ليا، تزايدو في الهضرة شانقو. بقاو مضاربين، جا ولاد الدرب تاع داك السيد الاخر وتحاماو معاه على هذاك عادل، وبقاو كيضربوا فيه. هذاك عادل تفك منهم بصعوبه وهرب للطوموبيل وحاول انه يهرب. هما يتلقاو ليه هذوك ولاد الدرب كاملين، بغاو يمنعوه باش ما يهربش، منعوه قدام الطوموبيل. هو ديمارا وخرج فيهم كاملين، هو اللي خرج فيهم، ضرب واحد فيهم طيحوا الارض وداز عليه الطوموبيل وهرب. تبعوه ولاد الدرب ضربوه بالحجر من اللور، طيحوا ليه الجاج اللوراني هرسوا ليه بالكامل. المهم هذاك الدري اللي بقى طايح في الارض اللي دازت عليه الطوموبيل العادل كان تهرس من رجليه بجوج وتهرس من واحد الضلعه وخدا شي ضرابي خايبين على راسو، ما ماتش ولكن تعرض لواحد الضرابي اللي هما خطيرين وخايبين بزاف. جاو جدارميه عاينو الحادثة، عرفو شكون اللي ضربو، لأن عادل كما قلنا معروف في المنطقة. جدارمية كفي أن تقول ليهم عادل فلان فلاني، صافي معروف. هزو داك الدري داو السبيطار، هضرو مع دوك ولاد الدرب، هضرو مع داك السيد اللي كان دار معاه في الدرب تمايا، دارو محاضر في القضية وبقاو كيقلبو على هاد عادل. ضروري خاصهم يلقاوه. فين مشى هاد عادل؟ مشاو للدار ديالو في كيسكن ما لقاوهش، مشاو القهوة اللي كيعمر فيها ما لقاوهش، مشاو عند صحابو اللي موالف كيعمر معاهم حتى واحد ما لقاوهمش اخبار. عادل غبر ليه الاثر وما بانش لمدة تقريبا واحد الاسبوع وهما كيقلبوا عليه، والو جدارمية ما طاحوش عليه. هي هذيك في المنطقة كاملة داع الخبر بأن جدارمية كيقلبوا على هذاك عادل لأنه ضرب هذيك خونا ودار ليه عاهة مستديمة. واحد النهار واحد الدراري واحد الشباب شي 4 ولا 5 كانوا غاديين الخدمة ديالهم مع الصباح بكري، غاديين لواحد الفيرما، فيرما كاينة في هذيك المنطقة الفلاحية، غاديين ليها هما يدوزو من واحد الطريق ما فيهاش الزفت، ما فيهاش الشانطة كيدوز طوموبيلات، وانما غير واحد لابيست، بيست كدوز غير الناس الراجلين او شي طوموبيل مره في كدوز تمايا. المهم هذيك المنطقه فيها غير الخلا، ما كاينش طوموبيل لاش تدوز من تمايا. غاديين ويتبان لهم طوموبيل ديال عادل، هذيك الطوموبيل نيت هي هذيك ديال عادل، معروفه في هذيك المنطقه ديال عادل، ومهرس ليها الجاج الوراني مازال مهرس، ما صوبو ما والو. قالوا صفر صفر هذه الطوموبيل ديال عادل، مشاو كيقلبوها بحال ما هكا. الكرسي ديال الشيفور ما فيه حتى شي واحد، والكرسي اللي حداه مريح واحد الدري صاحب عادل، معروف انه صاحب عادل سميتو عماد، مريح في هذاك الكرسي اللي حدا الشيفور مريح، ولكن ناعس مغيب كانه سكران، باين عليه حال تمام سكران. وراه في الكرسي الوراني مريح واحد صاحبهم اخر تا هو يسكران ومقلوب بالشراب وناعس مكاوي تمايا، يعني بجوج بيهم هادوك الصحاب سكرانين وناعسين تمايا، ولكن عادل ما كاينش. هنا هي الدراري هادو قالوا اش نديرو ما نديرو، يلا نبلغو الجدارمية. هي هاديك
مشاو عند جلالة رمية وقالوا لي السلام عليكم. وعليكم السلام. راه حنا نجينا نبلغوا على واحد القضية نتوما كتبحثوا عليها. شناهي؟ هادي الفلان فلاني اللي كتقلبوا عليها، راه حنا بات لينا الطوموبيل ديالو في البلاصة فلان فلانية. مشاو معاهم جلالة رمية لحتى وراهم الطوموبيل ديال عادي. لقاوها فعلا نيت، شافوا هادوك جوج اللي ناعسين تماي كانوا سكرانين وكاوين ديال بصح. هزوهم جلالة رمية وحزوا على ديك الطوموبيل وجابوهم لابريكاد. هاد عماد اللي لقاو في جنب الكرسي ديال الشيفور في الطوموبيل ديال عادل، حتى هو بحالو بحال هاديك عادل، حتى هو واحد الانسان اللي وباسل وفاسد وكيتعدى لعباد الله وكلشي الناس كتشكى بيه وكيجيو شحال من مرة دارو بيه بلان عند جدارمية اللي هذا هو بحالو بحالو. جدارمية سولو هذاك عماد وسولو هذاك صاحبو اللي كان في الطوموبيل، قالوا لهم قولوا لينا هذاك عادل فينا هويا. هنا هما يفاجئوا جدارمية، قالوا لهم حنايا عادل ما عرفناش فين مشى. حنايا اصلا كنا سكرانين من البارح، دقلب ناس كاوينا ناسنا نتوما اللي فيقتونا، اما عادل فينا هو الله اعلم، ما عارفين عليه حتى شي حاجه. قالوا لهم جدارمية ياك هادي الطوموبيل ديال عادل وياك تاك تبارك حداه في جنبو وهذا كان بارك اللور، وفينا هويا؟ راه ما يمكنش. قول لنا شي حاجه كتدخل العقل، واش ملي شافنا هرب ولا شي حاجه؟ عاودينا الصراحه. لا سيدي والله ما عارفين شي حاجه، انا نكذب عليك ما عارفين حتى شي حاجه. اللي عاق علي انايا هو البارح انا وهذا صاحبي وهذاك عادل مشينا شرينا الشراب مع القراب، مشينا لداري انايا شربنا جينا الطوموبيل وما عقلتش شنو وقع لي حتى لقيت راسي عندكم هنايا. هنايا جدارمية مشاو جابوا هذاك القراب اللي شراو من عنده الشراب البارح، هي هذيك مشاو جابوه واعتقلوه. هذا القراب هذا قال لهم واحد القضيه، قال لهم ماشي انا بواحد اللي كنبيع الشراب وانما حتى هما كيبيعوا، انا وياهم شركاء في البيع ديال الشراب. هنايا جدارمية شدوهم كاملين بثلاثه وداروا لهم مونتير ديال بيع الخمور. ايوا جدارمية كانوا كيبحثوا معهم العادل، ولاو في مونتيف اخر ولا دايرين ليهم بيع الخمور بدون رخصة وعمروا ليهم على داكشي لان القراب شاد فيهم. انا يا سيدي كنجيب الشراب وكنبيعو وهما كيفرقوه ليا كيمشيو كيوزعوه للكليان، هذا مونتيف بوحدو ابار. ولكن عادل فينا هوايا؟ فين مختفي؟ المهم بقاو كيحقوا مع ملاد عادل لانهم هما اخر وحدين كانوا معاه وشربوا معاه وهما كذلك. وفي منتصف النهار جا واحد السيد عنده واحد بنتو عندها 15 عام 13 عام، جا عند جدارمية وشنو قال لهم؟ قال لهم بنتي مالها كتمشي كل صباح كتسقي من السقايل كاينه في المنطقه، مشات اليوم على الصباح كتسقي كيف القاعده وهي دايزه من جنب واحد الفوسي كيبان لي واحد السيد مرمي ومقتول بواحد الطريقه. هنايا البنت ديالي تخلعات وجات كتجري لعندي وقالت لي اعتق راه واحد السيد مقتول ومرمي. هنايا قلت راه واقيلا شي متشرد نعاس اولا شي حاجه، والبنت تخلعات على والو. مشيت معاها كنشوف، فاذا بي كنلقى واحد السيد هو نيت هذاك عادل اللي نتوما كتقلبوا عليه، عادل مقتول تمايا ومرمي في هذاك الفوسي. هنايا جدارمية ملي سمعوا الهضرة هادي هزو راسهم ومشاو لعين المكان، كيلقاو فعلا نيت هداك عادل اللي هما كيقلبو عليه ومختفي هادي شحال من نهار مقتول ومرمي تمايا. أول حاجة كيلاحظوها جدارمية في عين المكان أو في هاديك مسرح الجريمة أنه مماتش تماي في هاديك مسرح الجريمة، وإنه كاين آثار تاع الجر، يعني ديك الجثة ملي قتلوه جروه واحد المسافة طويلة لأنه مازال آثار تاع الجران كاين. هاد عادل هذا كان مضروب بالموس، كان مضروب عدة طعنات. المهم هزوه الجدارمية وداو لمستودع الأموات باش يدير ليه التشريح الطبي. التشريح الطبي اللي قال لهم بأن هاد عادل مات نتيجة ديال عدة طعنات على مستوى الصدر الكرش الظهر، يعني واحد الطعنات قاتلة وغادرة، يعني طعنات انتقامية بحال شي واحد كان كينتقم منو. من وراء هادشي هذا الجدارمية غادي يبداو التحقيق في الجريمة ديال القتل ديال عادل، ولكن أول مشتبه فيهم هما هادوك صحابو اللي صبحو ناعسين في الطوموبيل ديالو.
ولكن جرهم يدار واحد الفرضيه، هذا عماد هذا اللي تلقى في الطوموبيل ديالو ناعس وسكران، واش غادي يكون هو اللي قتل عادل زماتين؟ ما يمكنش. واش غادي يقتلو ويصفي عليه ويرميه تمايا ويجي الطوموبيل ينعس فيها؟ لا يعقل، ما يمكنش. ولكن جدارمية ملي سولوا الوالدين ديال هذاك عماد اللي تلقاه في الطوموبيل ناعس حدا الشيفور، سولوهم قالوا لي ما ودي ولدنا عماد اصلا هو مدمن على الخمور وما كيباتش في الدار وما كان عارفوا لي حتى شي حاجه. نفس الشيء بالنسبه للصديق الاخر اللي لقاو ناعس ورا الشيفور ناعس في الطوموبيل ديال عادل نيت. القراب ملي سولوه قال ليهم ودي انا جاو عندي بثلاثة وشراو الشراب ومشاو بهم كاملين، انا ما كنعرف حتى شي حاجه اخرى من غير هادشي هذا. الجدارم يبقاو شاكين في هذاك عماد على اعتبار انه هو المشكوك رقم واحد لانه اخر واحد كان معاه، ولكن ما نساوش واحد القضيه، ما نساوش هذاك السيد اللي كان ضرب هذاك عادل في الطوموبيل داز عليه وهرس ليه رجلي وهرس ليه واحد الضلعه وكرفصو مزيان، وكان جرارمي كيقلبو على عادل باش يتابعو على هذا الموتيف هذا. هذاك عنده خوتو، وخوتو قالوا جرارمية ربما يفكر في الانتقام هاد عادل وهما يكونوا قتلوا زماتين. هنا يمشيو جرارمية وجابوا واحد جوج ديال خوتو، كانوا عند واحد جوج خوت. ولكن ماشي غير هادشي هذا، هاد عادل هذا كما قلنا كانوا عندو عداوات بزاف، وشحال من واحد شاكي بيه وشحال من واحد دابي محضر، يعني راه بزاف عندو بلاوي كحلة، شحال من واحد تابعو وشحال من واحد غادي يبغي ينتقم منه. المهم الجدارمية ولاو كيقلبوا في هذوك المحاضر والشكايات اللي تقدموا بهم شي ناس ضد هذاك عادل، او عادل مقدم شي شكايات ضد شي وحدين ولو ان هادشي هذا نادر. بقاو كيقلبوا كيلقاو شكايات عاديين وبساط، ماشي شي حاجه يعني مضاربه مدابزه على شي حاجه تافهه كان داروا في حقها شي تنازل ولا شي حاجه. وكيلقاو واحد القضيه من ضمن هاد الشكايات، كيلقاو واحد السيد كان هو مديكلاري بهداك عادل، كان تعدى عليه، كان دابز ما على ود شي بنت، كان هاد السيد هذا تا هو يود المنطقه، كان كيجيب في الطوموبيل ديالو واحد البنت من المدينه كيجيبها لهاديك المنطقه، كيجيبها تمايا ديما. واحد النهار هاد عادل حداه وسمر عليه وبغى يحيد ليه هذيك البنت صحه، دابز معاه والضارب معاه. هذيك عادل ضرب هذيك خونا ضرب واحد الضرب اللي هو مبرح، مشى دار واحد الشهاده طبيه وجا ديك راه عند جدارميه، مشاو اعتقلوا هذيك عادل وهضروا معاه، وفي الاخير هذيك عادل والعائله ديالو بقاو كيطلبوا في هذيك خونا اللي حتى دار لهم تنازل. هذاك السيد هو اللي دار تنازل لعادل، ولكن حطوا هادشي جانبا وقالوا ترجعوا ليه تنكملوا التحقيق مع داك خوت ديال هذاك السيد اللي هو في السبيطار اللي ضربوا عادل في الطوموبيل ديالو. وهما كذلك غادي يجي عند جرارمية واحد السيد هو الاخ ديال عادل، خو عادل غادي يجي عند جرارمية ويقول لهم واحد القضيه، قال لهم انا هاد الايامات كامله فاش كنتو نتوما يعني جرارمية كنقلبوا على عادل كانوا خوت هذاك الضحيه كنقصد هداك السيد اللي ضربو عادل في الطوموبيل وهرسو من رجليه ورا ناعس في السبيطار، جاو خوتو وكيقلبو في المنطقة، كيقلبو أبار جدارمي اللي هما كيقلبو تا هما اللي كيقلبو لعادل، وكيقولو والله نشدوه تنقتلوه، تعدى على خونا صيفطو للسبيطار هرسو من رجليه والله تنصفيوه ليه ونديرو ليه نفعلو ليه نتركو ليه. هنا يد الاخ ديال هذاك عادل كيتهم مباشره هذوك الاخوه ديال هذاك الضحيه هما اللي قتلوا عادل. جرار ميسولوه واش عندك شي شهود على هاد الهضره اللي كتقول اولا غير باغي تتهمهم؟ قال لي لا سيدي عندي شهود، كانوا حاضرين معايا الناس ملي كانوا هذوك جوج خوت كيتهدوا وكيتوعدوا هذاك عادل الا شدوه ولقاوه غادي يقتلوه. قالوا لي جرارمية جيو لينا الشهود، مشاو جابوا واحد جوج دراري كانوا معاه، قالوا ليهم جرارمية واش نتوما سمعتوا هادوك الخوت ديال هذاك الضحية كيهدوا علنا قدام الناس انهم الا شدوا عادل غادي يقتلوه صافيوه ليه؟ قالوا ليهم اه سيدي سمعناهم هادي شحال من نهار نتوما كنتو تقلبوا عادل حتى هما كانوا كيقلبوا عليه
وباغين يقتلو صفي ولي باش ينتقمو لخوهم لي ضربو بالطوموبيل وصيفطو السبيطار من بعد ما هرسو من رجليه. هنا جدارمي صيفطو داك الشهود فحالهم وصيفطو داك الاخ ديال العادل فحالو وقالو لي صافي حنا غادي نشوفو في القضية. استدعاو دوك الخوت ديال الضحية، اصلا هما كانوا غادي يستدعيهم وحقو معاهم، جابوهم لابريكاد وهضرو معاهم بواحد الطريقة مباشرة، قالو ليهم شوفو دابا نتوما خوكم تعدى عليه هداك العادل وضربو بالطوموبيل وداز عليه وهرسو من رجليه وهرسو من ضلعة ومعرفتش شنو دار ليه وتكرفس ليه. من الحق ديالكم انكم تكعاو، ولكن ماشي من الحق ديالكم انكم تنتقمو ليه وتاخدو حقكم بيديكم. لهذا دابا غتقولوا لنا الصراحة، اللي عطى الله عطاه صافي نتوما قتلتوه واللي كان كان، غير عاودوا لنا الصراحة وقولوا لنا اشنو كاين. قالوا لهم الاخوة ديال هذيك الضحية، احنا حقيقة كنا كنقلبوا على هذا العديل هذا، وعلم الله كوش ديناه اشنو كنا غنديرو فيه، كنا غادي نقتلوه او نضربوه او نديرو ليه شي حاجة خيبة، لانه تعدى لينا على خونا وصيفطو السبيطار بعاهة مستديمة، ولكن عينا ما نقلبوا عليه ولكن ما لقيناش، ماشي حنا اللي قتلناه، ماشي حنا اللي صفيناه عليه. هنا الجدارمي يسولهم فين كنتو هذاك نص نهار الاولاني ديال وقوع الجريمه، نهار وقوع الجريمه نص نهار الاولاني ديالو فين كنتو؟ وحنا سيدي كنا مع عائلتنا في الدار. في الدار نتوما مزوجين؟ اه مزوجين. الجدارمي مشاو بالخف وجابوا الزوجات وعاد الخوت هادو باش يحقوا معاهم. وفي انتظار ذلك جدارمية عيطوا على هذاك خونا اللي كان دابز مع هذاك عادل ودار في حقه واحد الشكايه، اللي كان بغي يحيد لي واحد البنت صحه والدار معاه وضربو عادل والاخر دار بيه شكايه، وفي الاخير تنازلوا على الدعوه، تنازل لي هذاك السيد. جابوا جدارمية وقالوا ليه اش كتقول في هذه القضيه هذه، صاحبك عادل اللي كنتي ضاربتي معاه واحد الوقت وتنازلتي ليه راه لقيناه مقتول، عاود لينا اش كتعرف على هادشي هذا. وقال لي واش نقول لكم، انا ملي تناسلت ليه صافي جاو عندي العائلة ديالو طلبوني وطلبوني وانا كبرت وتنازلت ليه صافي. هو في الصراحة كان في حالة غضب وانا ما كنتش متمالك النفس ديالي والشيطان حضر وقع لي وقع، وتنازلت ليه على هذيك الشكاية وسالينا الموضوع كامل. قالوا لي جدارمية هذيك البنت اللي كانت معاك فينا هي؟ قال لي صافي مشات بحال هكا مبقاش معايا، مبقاش كطلع معايا. اه مزيان. قالوا لي جدارمية شوف بلا ما تدخل لينا، نتايا تنازلتي ليه باش تنتقم منه، قلتي مع راسك الا صيفطتو الحبس غادي ياكل ويشرب ويدوز واحد المدة ويخرج كأن شيء لم يكن، ولكن انا خاصني نصفي عليه لانه ضربك واعتدى عليك ومرمط بالكرامة ديالك قدام هذيك البنت، ومهم تعدى عليك معنويا وجسديا وانت بغيتي تنتقم منه بهذه الطريقة هذه. هذه هذيك السيد قال لهم لا انا ما قتلت ما والو ما بيني وبينوش، انا قلت لكم ملي نازل لي على ديك الشكايه ما بقاش بيني وبينو، اصلا حتى الشوف انا ما كنشوف فيه ما عمرني تلاقيت معاه في شي بلاصه ولا شي حاجه. وقال لهم ادخل هذا، قال لهم شوفوا هذا السيد هذا شحال تاع الصداع والمشاكل فيه، ها هو مات قتلو اللي قتلو ودار دار ورجع لي انا يعني. المهم السيد هذا متشبث بالانكار ديالو كيقول جدارمية بانه ما عنده به حتى شي علاقه، ما قتلو ما والو ما كتربطو به حتى شي علاقه من نهار التنازل. وشكون قتل السيد هذا؟ شكون قتل عادل ملي انت ما قتلتيش يعني هاد السيد هذا، وملي خوت الضحيه ما قتلوش، وملي هذاك عماد ما قتلوش اللي كان سكران معاه في الطوموبيل وبات معاه سكران تمايا، لان الجدارمي استبعدو لانه ما يمكنش يقتلو ويرجع الطوموبيل ينعس فيها، شكون قتل عادل هذا؟ المهم تقرير الطبيب الشرعي كيقول بان هذاك عادل مات تقريبا او تقتل تقريبا مع بين جوج وثلاثة ديال الليل ديال نهار وقوع الجريمه، هاد الفتره هذه فين مات فيها او الفتره اللي تقتل فيها. جدارمية من بعد ما جاو هذوك الزوجات تاع دوك الخوت تاع الضحية اللي ناعس السبيطار، جاو جدارمية سولوهم رجالكم فين كانوا هذيك الليلة بالضبط، واش باتوا في الدار او ما باتوش، فين كانوا؟ جدارمية بغاو يعرفوهم واش باتوا او لا، لانهم الا باتوا راهم بريئين، لان على حساب الطبيب الشرعي راه ما بين جوج وثلاثة الليل تقتل هذاك عادل،
إذا كانوا ما باتوش تمايا راهما كتحوم عليهم الشكوك وأنهم غادي يكونوا 100% هما اللي قتلوه. الزوجات غادي يقولوا نفس الهضرة بجوج بيهم، غادي يقولوا الأزواج ديولنا باتوا هذيك الليلة في الديور ديولهم، ما خرجوا ما درجوا ما مشاو حتى شي بلاصة، باتوا حتى الصباح فطروا عاد خرجوا من بعد ما سمعوا الخبر اللي شاع في المنطقة بأن هذاك عادل قتلوا شي واحد. هنا الجدارمية ما عندهم ما يديروا، بانت البراءة ديال داك خو ديال الضحية وأنهم أبرياء من هاد الدم ديال عادل وأنهم كانوا بيتين في الديور ديولهم، صيفطهم في حالاتهم من بعد ما تشاوروا مع النيابة العامة. ولكن قالوا ليهم جدارمية ملي غادي نبغيوكم نعيطوا ليكم، كونوا غير هنايا وما تخرجوش برا المنطقة. صافي مشاو في حالاتهم، ولكن جدارمية بقاو شادين في واحد، هو داك خونا اللي كان داير لي تنازل على ود داك البنت اللي كان دابز على ودو عليها. هاد السيد هذا متشبت بنفس الهضرة انه ما قتلو ما عنده به حتى شي علاقة. الجدارمية غادي يقولوا لهاد السيد هذا يلا معنا للدار ديالك غادي نقلبوها ونفتشو الا كاين شي حاجة عندك تما مخبيها ولا شي حاجة. مشاو وراهم الدار، دخلوا ليها كيقلبوا ما لقاو حتى شي حاجة، ما لقاوش أداة الجريمة أو شي موس أو شي حاجة، لأن هذاك عادل قال لهم الطبيب الشرعي أنه مقتول بالموس. ما لقاو حتى شي حاجة في الدار، عياو ما قلبو ما لقاو والو. سولوا واحد خوه اللي كان عايش معاه في الدار، قال لهم فعلا نيت هاد خويا هذا راه دخل هذيك الليلة بكري ونعس، والليل كامل هو ناعس في الدار ما خرج ما والو، خرج حتى الصباح. صافي هنايا جدارمية وحلو وما عرفو مين يبداو هاد الجريمة يفكو ليها الخيوط ديالها، لأن كلشي أبرياء وكلشي جاوبو الدليل على أنهم ماشي هما اللي ارتكبو الجريمة هادي. رجعو لهداك عماد قالو لي شوف نتا دابا ما عليك إلا تفكر لينا مزيان هاداك النهار فين مشى هداك عادل، شكون مشى معاه، أشنو وقع تفكر مزيان. راك انت قالوا لي جرارمية اخر واحد كنتي معاه مع صاحبك، حتى شي واحد ما كان معاه من غيرك، وحنا ما لقينا حتى شي واحد اخر عنده شي يد في هذه القضيه من غيرك انت اللي كنتي اخر واحد معاه. قال لي لا نتوما غير بغيت تلصقوا لي التهمه وكذا وكذا، انا ما درتش، انا ما قتلتش، انا ما فعلتش، ما تركتش. بقى كيغوت لي تمايا جرارمية شافو تاعياو وعمروا لي المحضر ديالو وقدموه بتهمة تجارة الخمور مع داك القراب وصاحبه اللي كان ناعس معاه في الطوموبيل، هادي بوحدها غي تحاكم ليها، وبتهمة هاد القتل العمد اللي كان عندهم الشك في هاد الجرارمية. كانوا مشاكين في الأمر ديالو ولكن ما عندهم ما يديروا ليه، لأنه هو آخر واحد كان معاه تمايا وما قدرش يعاونهم حتى بشي حاجة. قال لهم ما عقلت على والو، السيد مارت كان مقرقب ولا مش واقع ليه، ما عقل على حتى شي حاجه، ما عادوا ما يديروا ليه. قدموه التحقيق، مشى قدام قاضي التحقيق بقى كيحقق معاه يحقق معاه، غير عقل غير تفكر هذه راه جريمه خطيره، شوف قول لينا، ولكن والو. السيد قدام قاضي التحقيق ما كيقول حتى شي حاجه، يقول لهم انا ما عقل على والو وانا ماشي انا اللي قتلت. وشكون اللي قتل؟ راه حتى اخر واحد كنتي معاه في طوموبيلته وناعس في طوموبيلته وشدوك جرارمية وتاني عس وسكران تمايا تا وداك صاحبك. والو السيد ما قال حتى شي حاجة مفيدة. هي هاديك هاد عماد مع صاحبو اللي كانوا ناعسين في داك الطوموبيل وسكرانين غادي يدوزو المحاكمة وغادي يتحكمو ب30 عام. المهم هاد عماد مع صاحبو مشاو للحبس وكيضربو في المدة السجنية ديالهم، دازت 3 سنين مورا الحكام ديالهم و3 سنين على ارتكاب الجريمة في حق هذاك عادل. واحد النهار في هذيك المنطقة ديال هاد فين كان ساكن عادل نيت، واحد الدري كان كيقرا في التاسعة بحال هكاك، كان كيقرا في الداخلي اللي كاين في المدينة، وكيجي السبت والحد كيجي عند دارهم في هذيك المنطقة، والاثنين كيهزو باه وكيديه رجعو للمدينة فين كيقرا، وكيبقى السيمانة كاملة نهار السبت عاوتاني كيرجع، هادي هي المسيرة ديالو. المهم الدري هذا كان دوز السبت والحد عند والديه، ونهار الاثنين مع الصباح كتوجد ليه ماما الكتوبة كتراقبهم ليه في المحفظة ديالو،
وبوا كيلبس خاتم كيستعد انه يهز ولو ويديه رجعو لداخليه بشكل من القرايه ديالو. كتقلب كتقلب كتلقى واحد الصنطة تاع الفانيد هذاك ما عرفاتهاش غير ما يتصور راجلها شنو هذا اش كيدير ولدي. شافها ويقول لي هذا هو القرقوبي، هذا هو سبب المصائب ديالنا، هذا هو سبب الجرائم اللي عندنا كاملين. فين لقيتيه؟ لقيتو في المحفظة ديال ولدنا. عيط عليه ولدو كان عنده 15 عام في المكان. قال لي مين جبتي هادي؟ الدري تخلع قال لي كتعطيها ليا واحد البنت. شكون هاد البنت واش كدير كذا وكذا؟ هنا يعني الراجل مبقاش باغي يسولو كثر وهزو ودا هذيك المحفظه معاه ومشاو على الجدارميه. قال لي شوف سيدي انا الوالده ديالو كتقلب لي الصباح الكتوبه ديالو لقات عنده في المحفظه هاد الصمت تاع الحنيد. حنا ما عرفناش من جات، حنايا شي خطير على ولادنا وهادشي كيهدد السلامه الصحيه والسلامه العقليه ديال ولادنا. هادشي ما بقيناش مامنين على ولادنا والسلامه ديالهم قدام المدارس. هنايا هما يا جدارميه شدوا داك الولد الصغير اللي عنده 15 عام قدام بابا هنيت طبيعي الحال لانه باقي قاصر. شدوه بقاو كيحقوا معاه قالوا لي شوف قول لنا الصراحه بلا ما تخاف لا والو ولدي انت راه ما عندك حتى شي حاجه غير قول لنا هاد الفانيد هذا مين كتجيبو وشكون كيعطيه لك. قال لي مودي كتعطيه لي واحد البنت. البنت فين كاينه؟ في المدينه. فين المدينه؟ فين كيقرا؟ كيقرا هو في الداخلي حيت هو كيقرا في الداخلي. واحد البنت كتجي عندهم وكتعطيه هذيك الفانيد كتقول لي فرقوا على صحابك تمايا كيبيعوا ليهم وكيجيب ليها الامانه ديالها الفلوس اللي كياخذ كيتخلص كيجيبها ليها وهي كتدور معاه. هذه هي السيستيم ديالها مزيان. هنا جدارميه اتصلوا بالنيابه العامه وعلموها باي حاجه وعلموها بكل شيء بخصوص الدري وبوا وكيفاش تاع لقاو عندو الفانيس في المحفظه وداك الشيء. قالت لهم تاخذوا الاجراءات الكافيه وسيروا لعين المكان يعني المدرسه تمايا واعتقلوا هذيك البنت ديروا لها كامين واعتقلوها. هذاك الشيء داروا وصاو الولد ومشاو سيفيل جدارميه ومشاو لعين المكان لهذيك الداخليه. دخل الدري كيقرا عادي وبقاو حاضينو من بعيد. ملي سال القرايه ديالو خرج وتم غادي هما حاضينو. دخل مع واحد الزنقه دار هنا دار هنا دق على واحد الباب ما دق على واحد الباب كتخرج واحد البنت. مع كتخرج هذيك البنت يعني راه هي هادي. مشاو اعتقلوها جدارميه. هاد البنت عزات تقريبا واحد 32 عام 33 عام. هاد البنت اعتقلوها جدارميه وداوها باش يحقوا معاها. شكون هاد البنت هادي؟ هاد البنت هي اللي كان دابز عليها هذاك عادل مع داك خونا اللي كان جايبها في الطوموبيل جايبها تمايا ودابزو على ودها وحرر في حقه هذاك السيد شكايه قدام جدارميه وفي الاخير نازلو. هادي هي البنت موضوع النزاع. جدارميه حقه مع البنت قالوا ليها شكون المزودين ديالك ديال القرقوبي مي كتجيبيه مي كتشريه؟ والو البنت مبغاش تعرف على حتى شي واحد يعني هي باغا تهز الموتيف غير راسها. مشاو قلبوا لها الدار ديالها فين كتسكن قلبوها مزيان خداو جميع الفاني اللي كاين تمايا خداو الفلوس اللي كاين تمايا حجزوا على اي حاجه ما خلاو لها والو خلاوها الدص. هي هذيك مبغاش تهضر مبغاش تعرف. هزوها جدارميه قدموها امام المحكمه اللي حكمات عليها ب 12 عام. هاد البنت هادي اللي دخلت الحبس ما عندها حتى شي واحد في العائله ديالها عندها غير واحد ختها. هذيك ختها هي اللي كتجي تزورها في الزيارات في السجن. وكما قلنا جدارميه حزوا لها على جميع الاملاك ديالها الفاني الفلوس اللي كاينه في الدار ما خلاو لها حتى شي حاجه. هنا هذيك ختها هي حاله ضعيفه وما عندهاش. قالت لها دابا انت يا اختي غدوزي حبس طويل شكون اللي غادي يصرف عليك شكون اللي غادي يكون بيك وانت اصلا الفلوس كامله الدوره لك المخزن اش ديري؟ قالت لها شوفي عطات العنوان ديال واحد السيد كاين في واحد المنطقه فلاحيه سيري ليه وسولي عليه رسميتو احمد. هاد احمد هو داك خونا اللي كان دابز مع داك عادل وحرر في حقه هذيك الشكايه قدام جدارميه. هو نيت هو اللي دابز على وده مع داك عادل. سيري عند داك احمد راه كيداير كيداير وراه عنده طوموبيل فلان فلانيه وساكن في عنوان كذا كذا وراته فين ساكن بالضبط. قالت ليه قولي ليه انا راه هزيت الموتيف غير راسي
انت كتخدم في هادشي بحالي بحالك، وراني ما جبدتك ما والو، لهذا غتعطيني شي بركه ديال الفلوس كل سيمانه غتعطيها ليا، وغتجي غتجيبها ليا. هي هذيك الكختها مشات لهذيك المنطقه، بقات كتسول هذا احمد فين كاين فين كاين كذا كذا، اللي حتى عرفاتو. خرج عندها عاودات لي بان اختها تشدات وراها تحملات داك الموتيف غير راسها وما جبداتك ما والو، مع العلم انك تترك شريك معاه في داك الشيء. قال لها شنو المطلوب دابا؟ قالت ليه دابا غتعطيها الفلوس كل اسبوع. هي هذيك ولا كيعطيها السيمانه فلوس، السيمانه الماجيه يعطيها الفلوس، السيمانه الماجيه يعطيها الفلوس، الاخرى كتزور ختها وتهز ليها الكفه وتعطيها الفلوس. سير على ذلك. واحد اللحظه قال لها بزاف عليا والمصاريف وكذا وكذا، واللي يجي كل 15 يوم. مشات على هاد الحال ديال 15 يوم واحد المدة. واحد اللحظة قال لها بزاف عليا، كل شهر وجي، كل شهر وكتجي كتاخد الفلوس وكديه لختها. واحد اللحظة جات عندو قال لها شوفي يا بنت الناس، انا مبقاش بيني وبينك لا انتي لا اختك، اختك دوزات الحبس على موتيف دارتو، اي واحد يتحمل مسؤوليته، ماشي انا غادي نرفض ليها صاير 12 عام، راه بزاف، حتى انا عندي مصاريفي وعدي 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 بعدي مني. هنايا د ختها شافت عيات وما بقاش كتمشي عند ختها، مشات عندها مدة طويلة، دبرات على شي فلوس ومشات عندها واحد النهار. هنايا ديك ختها وبخاتها، قالت لي علاش ما بقيتيش كتجي عندي وتنسيتيني وكذا، واحمد كيعطيك فلوس وكتاكليهم وكذا وكذا. قالت لي شنو الفلوس كيعطيني، راه فك معايا شحال هادي، وقال لي كل واحد يتحمل مسؤوليته. هي ضربات الحبس على واحد المونتيف هي دارتو، انا ماني، علاش نرفض لها الصير ما بيني وبينها يا سيدي. قلت لها هذيك البنت دابا نوريها بلاتي، ولا ما بقاش باغي يصيفط لي الفلوس، دابا نوريها، انا نتاقم منه واحد الانتقام غادي نعجبك فيه. مشات في حالة اختها الاخرى، كيف دخلت الحبس مشات الاداره ديال الحبس وطلبات ان تكتب واحد الموضوع على واحد الشكايه غتصيفطها لوكيل الملك. كتبات واحد الشكايه، واش قالت لي فيها؟ قالت لي انا موقع اسفلاه فلان بنت فلان، كنشهد على واحد الجريمه ديال القتل وقعات للمدعو عادل فلان فلاني في المنطقه كذا كذا، وراح الضحيه ديالها هذاك عماد وصاحبه، هما غير مظلومين وتحكموا 30 عام، والمجرم الحقيقي راني كنعرفو بحكم انني كنت معاه هذيك الليله، هو احمد فلان فلاني اللي عايش في المنطقه فلان فلانيه. صيفطتها لوكيل الملك، وكيل الملك ملي توصل بهذيك الرسالة صيفطها لابي جي اللي جاو حقو معاه في الحبس، أكدات الهضرة ديالها وتمسكات بالهضرة ديالها، وأن الفاعل الأصلي تاع ديك الجريمة اللي قتل عادل هو داك أحمد اللي كان معاها، هو هذاك أحمد اللي دابز مع عادل على ودها، هو اللي كان داير لي تنازل نيت على الشكاية في حقه. من بعد ما تأكدات الهضرة ديالها رجعوا الامر للوكيل الملك اللي امر جرى ميزو هذيك المنطقه يعاودوا يحققوا في المساله، ويستدعيوا هذيك احمد من المده الجديد ويحضروا معاه من الاول. جابوا احمد من دارو ما بيه ما عليه، جابوا الجدارميان لي بريغاد وهضروا معاه، قالوا لي اسمع الشريف، راه فلان الفلانيه راه كتبات في حقك واحد الشكايه صيفطات الوكيل الملك، وكتقول بانك انت اللي قتلتي هذاك عادل، انت اللي قتلتيه وهي شاهده على الشيء هذا. قال لهم لا هذيك غير كتخربق، هذيك غير باغا تنتقم مني حيت ما بغيتش نصيفط لها الفلوس للحبس، لان ضاربه موتيف طويل وكذا وكذا. حاول انه يدخل ويخرج في هضره، ولكن جدار مين زيروه، قالوا لي شوف هي ما عندهاش تكذب عليك، انت هي هو اللي قتلتي هذاك السيد، قول لينا دابا وخفف على راسك بلا ما تخلينا نبحثو بوحدنا، وغادي نعرفو غادي نعرفو الحقيقه، والحقيقه تبانت بان غير اعترف على راسك وسهل الامور. هنا يدك احمد شاف تايا وقال القضيه غتبان تبان اليوم والغدا، اللهم لا تعرف، ونهني راسي. هو هاد احمد هذا ملي دار التنازل لهذاك عادل فكر انه ينتقم منه، ما بغاش فعلا نيت انه يمشي للحبس ويدوز واحد المده ويخرج، وانما قرر انه يصفي ليه فيلو، وحاول يتربص ليه شحال مره وما قدرش انه يقتلو وصافي عليه. اللي احتاج الفرصه ديالو انه جدار مين كانوا كيقلبوا عليه على ود انه ضرب هذاك الدري هرسهم رجليه وداز عليه الطوموبيل،
وكانوا خوت هذاك الدري اللي الناس في السبيطار كيقلبوا عليه الدور ديالهم وكيقولوا والله تنقتلوه ونشدوه ونفعلوا ليه ونتركوا ليه. هو استغل الفرصه هذه وقال غادي نقتلو والتهمه غتلصق في هذوك الخوت وغيمشيو للحبس. اذا دبروا راسهم يمشيو اذا دبروا مخهم ثم انا ما عنديش مشكل، المهم انا نصفي عليه ونتعاقم من راسي وتا واحد ما غادي يعيق بيا. قال لي هذيك الليله بقيت تابع هذاك، قال لي هذيك الليله ركبت في الطوموبيل ديالي وجبت واحد جوج صحابي معايا، جوج كانوا راكبين اللور، وبقيت تابع هذاك عادل كان راكب في الطوموبيل هو وذاك صحابو هذاك عماد وصاحبو الاخر، شفتهم اللي حتى مشاو عند القراب وشراو شراب، وبقيت مترصد ليهم انا وصحابي بالطوموبيل ديالي تابعهم اللي حتى وقفوا في هذيك المنطقه اللي هي مقطوعه بالطوموبيل ديالهم، وبقينا سامرين عليهم اللي حتى سكروا ديال بصح وتقريبا غيبوا تكاوروا ديال بصح. جيت قررت ليهم كنلقى داك عماد والاخر صاحب اللي راكب اللور في واحد الحاله ديال السكر جد متقدمه وما عاقلينش اشنو كاين وما عارفينش اشنو اللي كيدور حداهم. حنايا حليت الباب ديال الشايفور وهبطت هذاك عادي اللي هو كان سكران في واحد الحاله ما عاقلش على راسو ولكن عرفني انا وعرف كل شيء. هبطناه صح انا وذوك صحابي جوج، هبطناه من الطوموبيل ودخلناه للطوموبيل ديالي، طلعت اللور كانوا هذوك جوج صحابي واحد من اليمين وواحد من اليسار شادينو، بقينا غاديين بيه اللي حتى وصلنا الفيرما. هذيك الفيرما جينا اللور ديالها تمايا قتلناه طعناه وصفيناه عليه، عاوتاني من بعد ما قتلناه هزيناه ودرناه في المالا ديال الطوموبيل وجبناه لهذيك الفوسي فين لقيتوه مرمي، جبناه هبطناه من المالا وجريناه لحتى لحناه في هذيك الفوسي. هذا علاش الجرامي لقاو اطاطا الجران مجرور ومرمي تما، هي هذيك فاش لاحو تمايا ركبو في الطوموبيل ديالهم ورجعو لبلاصة فين قتلوه. نظفوا المكان، نظفوا التراب اللي يكون طايح شي دم او شي حاجه، نظفوا المسائل كامله. من بعد مشى غسل الطوموبيل ديالو هو في الواد، غسلها مزيان كتهمو غير المالا هو يغسلها مزيان. الجوج اللي معاه تفرقوا والقضيه طمسات، وديك البنت تا هي كانت معاهم، ماشي كانت شريكه معاهم وانما كانت عندها موتيف ديال عدم التبليغ، عارفه كلشي وما دوات ما والو. جدار مي سولو هذاك جدار مي سولت احمد قالوا لي شكون اللي طعن هذاك عادي، شكون اللي ضربو، شكون اللي اين واحد فيكم ضربو؟ قال لي هذاك احمد انا اللي ضربتو انا اللي طعنتو، حتى واحد ما ضربو وانما انا الوحيد اللي ضربتو الموس اللي حتى قتلتو. وهنايا جدار مي داروا محضر لهذاك لهذا احمد هذا، من بعد ما جابوا هذوك صحابو اللي مشاركين معاه في الجريمه هذه حتى هما يعترفوا باطوار الجريمه، قدموا كاملين بهم المحكمة اللي حكمت على هذاك أحمد بالمؤبد وحكمت على هذوك جوج صحابو اللي عاونوا في الجريمة بثلاثين عام، بينما هذيك البنت اللي كانت عارفة وعدم التبليغ وتا هي مشاركة معاهم في عملية الاختطاف لأنها كانت راكبة معاهم في الطوموبيل عطاوها 15 عام، بينما هذاك عماد وصاحبو خرجوا من بعد ما دوزو 3 سنين في الحبس. هذه الحلقة ديالي ديال اليوم، كنتمنى أنها تنال الرضا ديالكم والله يرحم لكم الوالدين، وشكرا بزاف لكم على الدعم ديالكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.